بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، استكمالا للمحاضرة السابقة اللي بدينا فيها نتكلم على الضغط، نكمله ناخذ مثال آخر. إذا كان عندنا امرأة كتلتها 50 كيلوغرام وترتدي الصندل هذا الشهير وتوقف على رجل واحدة، هي واقفة على رجل واحدة كتلتها 50 كيلوغرام، وإذا كان الطرف المدبب للصندل هو عبارة عن دائرة، الدائرة هذه نصف قطرها 50.5 سنتيمتر، يبي الضغط المطبق بفعل وزن المرأة هذه على المساحة اللي محددة في الدائرة اللي هي نصف قطر الطرف المدبب من الصندلي. هنا بنعرفه نحسب الضغط، فإذا كان نعرف القوة اللي هو عبارة عن قوة الوزن بتاع المرأة اللي هي M في G، 50 كيلوغرام نضربها في عجلة الجاذبية الأرضية، ومساحة المقطع متاع الطرف المدبب متاع الصندلي هو عبارة عن باي آر تربيع، نصف القطر اللي هو النص نحوله من سنتيمتر للمتر ونربعه ونضربه في باي، هتطلع لي مساحة المقطع متاع الطرف المدبب من الصندلي أو اللي عليه السهم تو، تطلع القوة. شوفوا قديش القوة هائل، الضغط هائل 6.24 × 10^6 نيوتن على المتر المربع. إذا لاحظوا أن الضغط كبير جدا بفعل وزن المرأة هذه. فأنت مرات تفضل يعفس عليك فيل ولا تعفس عليك مرأة وزنها 50 كيلوغرام بصندلي هذا. يعني هذا يعكس أن كل ما كانت مساحة المقطع بتاع اللي مطبق عليها القوة صغيرة يكون الضغط كبير، وكل ما كبرت مساحة المقطع يكون الضغط أقل. فتو نقدروا مثلا ناخذه نغيره في نصف القطر بتاع الطرف المدبب، نكبره مثلا ونشوفه، نقول نقارن، نلقى الضغط كل ما زاد نصف القطر أو مساحة المقطع بتاع الطرف المدبب للصندلي كل ما يقل الضغط وهكذا. نتكلم في الجزء الثاني اللي هو الضغط الناتج عن داخل الموائع، يعني السوائل أو الغازات. فإذا تم نتكلم علاقة الضغط بالعمق، فإذا كان عندي وعاء فيه مائع، المائع هذا كيف نبي ندرس الضغط عند عمق معين مثلاً؟ فشي نجي ندير، نجي نفترض داخل المائع، يعني لو نبي نجيب الضغط هنا وين ما السهم تو، فنفترض اسطوانة صغيرة، الاسطوانة الصغيرة هدية ارتفاعها هو البعد من السطح للنقطة اللي نبي نقيس عندها الضغط. باش نشتق العلاقة اللي نبي نجيب بها الضغط، نجي ندرس الاسطوانة الافتراضية من السائل هدية التوازن متاعها متوازنة وفق قوة هي قوة وزنها، وزن الاسطوانة الافتراضية من السائل هدية اللي طولها نفس العمق المراد إيجاد الضغط عنده. إذا متوازنة تحت قوة بالشكل هذا، قوة الوزن لأسفل وقوة القوة الناتجة عن الضغط متاع العمودة هو متاع السائل لأعلى، وأيضا عندي القوة اللي سببها الضغط الجوي على السطح. فلما نجي نشوف معادلة الاتزان نلقى أن قوة الضغط الناتج عن اللي هو عن السائل من أسفل من هنايا، نطرح منها حسب الاتجاه، نحي منها قوة الوزن لأسفل، وكذلك قوة لما نجمعهم بالإشارات بتاعهم نلقاهم أن قوة الوزن الناتج عن الضغط الجوي سالبة، وقوة الوزن الناتج عن كتلة السائل هدايا داخل الاسطوانة هدية لأسفل، لما نجمعهم لأن فيه إكوليبريم هنايا فإن المحصلة تساوي صفر، ونصل لعلاقة بعد ما نحول الكتلة بدلالة الكتافة، احنا نعرف أن الكتافة تساوي الكتلة على الحجم، فإن الكتلة تساوي الكتافة في الحجم، نحطها في العلاقة الرياضية هذه علاقة التوازن تاع الإكوليبريم، فنلقى أن الضغط يساوي الضغط الجوي زايد رو جي هتش. إذن هذه الرو جي هتش هي عبارة عن الضغط القياسي، وحنتكلم عليه بعد شوي، وهذا الضغط الجوي. إذن الضغط الجوي
زايد الضغط القياسي اللي هو عند أي عمق، إذا تحصلنا على علاقة تعطيني الضغط عند أي عمق بدلالة كثافة السائل أو المائع والعمق اللي فيه يراد قياس الضغط وعد جاذبية الأرضية. مجموع الضغط الجوي زايد الضغط القياسي هدايا هو عبارة عن الضغط الكلي، وهذا حنتكلموا فيه في لو جي نشوف بالتفصيل. هنايا عندنا أني نبي نجيب الضغط هنايا عند عمق H داخل الكونتينر هذه، فإن عندنا قوة ناتجة من الضغط الجوي كيف ما أسلفت في الشكل السابق لأسفل، قوة الوزن لأسفل، وقوة ناتجة من ضغط السائل من أسفل. فلو ندير لك إكوليبريم التوازن كيف ما درنا المرة اللي فاتت، استوانة افتراضية تكون في حالة توازن وفق المعادلة هذه، أن القوة الناتجة من الضغط من أسفل موجبة نجمع معها قوة الوزن لأنها سالبة اتجاه مثلا لو هذا اعتبرناها الواي السالب، ونطرح منها القوة الناتجة من الضغط الجوي تساوي صفر. وإذا أهملنا تأثير الضغط الجوي، إذا كان نبي نجيب للضغط القياسي عند عمق H، فنقدر نقول أن الضغط بيساوي نحاول نعوض بدل الكتلة رو في من علاقة الكثافة الكتلة على الحجم، ونختصر العلاقة إلى الضغط يساوي رو جي هتش. إذن رو جي هتش هي عبارة عن علاقة، اشتقينا علاقة ببساطة تعطيني قيمة الضغط داخل سطح سائل عند عمق H بمعلومية كثافة السائل. فلو كان نبي نجيب الضغط عند النقطة هذه نعرف H، نعرف كثافة السائل، نعرف الجاذبية الأرضية، فنعوض على طول، هذا يعطيني الضغط القياسي. إذا كان نبي الضغط الكلي نجمع الضغط القياسي مع الضغط الجوي نتحصل على الضغط الكلي. إذا تحصلنا علاقة فريدة تعطيني الضغط الجوي داخل أعماق داخل الموائع سواء السوائل أو الغازات. وإذا أخذنا في عين الاعتبار الضغط الجوي المؤثر على سطح السائل، نقدر نعرف الأبسولوت بريشر اللي هو الضغط الكلي. الضغط الكلي هو عبارة عن الضغط الجوي زائد الضغط القياسي، والفي زيرو يعطيني الضغط الجوي على السطح. الاتش اللي هو عادة العمق داخل السائل، المسافة يعني من سطح السائل إلى النقطة اللي نبي نجيب عندها الضغط. الرو جي هتش اللي هي الفرق ما بين الضغط الكلي ناحية منها الضغط الجوي، نهمل الضغط الجوي يعطيني ضغط يسمى الضغط القياسي. الضغط القياسي عادة هو الضغط اللي تقيسه الأجهزة. لاحظ أن الضغط اللي يعطي عند عمق معين يعتمد فقط على الأبعاد الأفقية. لو كان بنجي نفصل أنواع الضغط، نتكلم على الضغط القياسي والضغط الكلي. عندنا الجيج بريشر اللي هو الضغط القياسي، هو الضغط المقاس بواسطة الأجهزة، وكيف ما اتطرقنا في السلايد السابقة قلنا هو عبارة عن رو جي هتش، يعني الضغط عند أي عمق عند أي نقطة داخل عمق المائع حد ذاته، وهو الفرق ما بين الضغط الكلي ونحوله منه الضغط القياسي. هذا يسمى الجيج بريشر، وهو مساوي للضغط اللي تقيسه الأجهزة زي البارومترات والمانومترات، كلها تقيس لي في الضغط القياسي، يعني تهمل الأجهزة قياس الضغط تهمل في الضغط الجوي خصوصا اللي في الكونتينر أو داخل الأسطح. فإذا كان أني منجيب البريشر جيج هذايا اللي يقيس في الضغط داخل إطار السيارة على سبيل المثال، نجد أنه هو عبارة عن مقياس للضغط الجيج بريشر، يعني الجهاز هذا يقيس لك الجيج بريشر، فهذا عادة الأجهزة تهمل الضغط الجوي. لو كان نبي نتكلم عن النوع الآخر اللي هو الأبسولوت بريشر، يسمى الضغط الكلي أو الضغط المطلق، وهو عبارة عن ضغط المائع مضافا إليه الضغط الجوي. الضغط الكلي أو الضغط المطلق يساوي الضغط الجوي
نزيد الضغط القياسي اللي هو الرو جي اتش. لاحظوا هنا إذا تساوى الضغط الكلي والضغط الجوي فإن الضغط القياسي يساوي صفر. الضغط القياسي هو عبارة عن الفرق ما بين الضغط الكلي والضغط الجوي، إذا كانت تساوي فالضغط القياسي يساوي صفر، إذا كان الضغط الكلي أقل من الضغط الجوي فالضغط القياسي بطبيعة الحال هنا بيطلع سالب. لو كان ناخذ مثال يبينا نجيبه نحسبه الجيج بريشر اللي هو الضغط القياسي عند عمق 16 متر داخل محيط، يعني جي داخل محيط بحر ننزل مسافة 16 متر ويبين نجيب عند النقطة هدية الضغط القياسي بمعلومية كثافة ماء البحر. احنا نعرفوا ان الضغط يساوي رو جي هتش، هذه العلاقة اللي اشتقناها قبل شوية، فاعطيني الضغط القياسي بمعلومية كثافة المائع اللي هو هنا مية البحر في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي ثابت في العمق الاتش. هنا كثافة ماء البحر معطاة في المسألة 1.25 في 10^3 كيلوغرام لكل متر مكعب، وعجل الجاذبية الأرضية 9.8 والعمق معطى 16. نعوض على طول نحصل الضغط اللي هو 1.6 في 10^5 نيوتن لكل متر مربع. لو كان ناخذ مثال آخر، وعاء به ماء ارتفاعه 28 سنتي زيت 28 سنتي، وسامحوني فهدي فيها غلطة، وعاء به ماء ارتفاعه 28 سنتي وفيه زيت فوق من المية 2 سنتي، إذا وعاء فيه مية وإحنا نعرف كثافة الزيت أقل من كثافة المية فيقعد على السطح يطفو على السطح، إذا 28 سنتي في الوعاء في فوق منها 2 سنتي مية تقعد فوق لأن كثافة الزيت أقل. يبي شن يبي هو؟ يبي الضغط القياسي البريشر جيج عند السطح الفاصل هنا يبي الضغط القياسي هنا عند السطح الفاصل ما بين الزيت والمي، معناه المية هنا ما عندهاش تأثير، نتكلم وكأنه وعاء فيه زيت بس 2 سنتي في الحالة الأول، ويبي ويعطيني كثافة نوعية للزيت باش نطلع منها الكثافة لأن نحتاجها، ثم أوجد الضغط القياسي عند القاع هنا ذو طبق. في حالة القاع فإن تأثير الزيت وتأثير المية حيكون لهم تأثير في 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 الضغط على القاع. فلو كان نجيب للزيت فقط الجزء الأول من المسألة اللي هي 2 سنتي من الزيت فقط يبي الضغط عند الحد الفاصل ما بيناتهم، على طول نجي نعوض رو كثافة الزيت لأن هذا زيت المية ما لهاش علاقة في عجلة الجاذبية الأرضية في الارتفاع اللي هو 2 سنتي فقط. فنجي نعوض كثافة الزيت اللي هي عندنا الكثافة النوعية نضربها في كثافة الماء باش نجيب الكثافة العادية للزيت، ونضرب في عجلة الجاذبية الأرضية ونضرب في الاتش اللي هي 0.02. ردوا بالكم لازم تحولوها للمتر، ما تغلطش خلاها 2 سنتي هنا لأن النظام الدولي يفرض عليك تكون وحدات متجانسة، يطلع لي 127.4 نيوتن لكل متر مربع. إذا هذا هو عبارة عن الضغط القياسي عند السطح الفاصل ما بين الزيت والمية، يعني تأثير الزيت فقط. نجول الشق الثاني من المسألة، يبي الضغط القياسي عند القاع. الضغط القياسي عند القاع اللي هو عبارة عن الضغط الناتج من 2 سنتي متاع الزيت نزيدها الضغط الناتج متاع 28 سنتي، فهذه جبناها في الشق الأول 127.4 نيوتن لكل متر مربع، نزيدها الضغط الناتج عن الماء اللي هو مع 28، نجيب كثافة الماء نضربها في عجلة الجاذبية الأرضية نضربها في العمق متاع المية 28 سنتي اللي هي 0.28 متر، ونجمعهم مع بعض يطلع 2781.4 نيوتن للمتر مربع. راهو نتكلموا على الضغط القياسي، هني ما نتكلموش على الضغط الكلي لان اهملنا الضغط الجوي، هني نحكوا على الضغط القياسي. شوفوا لاحظوا ان الضغط القياسي اكبر هنايا بحكم ان الزيت يمارس ضغط وكذلك المية تمارس ضغط على السطح، فهو عبارة عن مجموع الضغط القياسي الناتج عن الزيت زائد الضغط القياسي الناتج عن المية.
مثال آخر، حوض به ماء، حوض به ماء ارتفاعه 2.5 متر. عندنا حوض هيك بالشكل هذا، ارتفاع الماء فيه 2.5 متر. صبينا زيت بسمك 1.5 متر، متر ونص. إذا علمت أن الكثافة النوعية للزيت 0.8 أوجد الضغط الكلي عند قاع الحوض، إذن يبي الضغط الكلي على القاعة هنا. فشين نجي؟ نجي بكل بساطة، نجيب الضغط القياسي الناتج عن 1.5 متر من الزيت، ونجيب الضغط القياسي الناتج عن 2.5 متر من المية وفق العلاقة رو جي هتش، ونجمع معاهم الضغط الجوي. هنا يطلع الضغط القياسي الابسولوت بريشر، الضغط الكلي الناتج عن القاع. كالتالي نجيب الضغط الناتج الأول على السطح الفوق اللي هو الضغط الجوي بي زيرو اللي هو ثابت 1.13 × 10^5 باسكال. أيضا نجيب الضغط عند الحد الفاصل ما بين الزيت والمية، والمؤثر هنا اللي هو الزيت فقط، العمود متاع الزيت هذا اللي هو 1.5 متر. نعود كثافة الزيت معلومية كثافة النوعية، نضربها في 1/10 × 3 باش تطلع الكثافة، بعدين نضرب في عجلة اليمين الأرضية، والارتفاع متاع طبقة الزيت 1.5، يطلع لي الرقم هذا الكبير. باهي نجيب أيضا الضغط القياسي عند القاع لوط الناتج من المية، كثافة المية 1/10 × 3، نضربها في 9.8 ونضربها في الارتفاع متاع العمود المية، يطلع لي الرقم الكبير هدايا. لو نبي نجيب الابسولوت بريشر، نجمع هذوما كلهم مع بعض 1 2 3 هيك بالشكل هذا، الضغط الكلي عند القاع هو عبارة عن الضغط الجوي زائد الضغط الناتج عن الزيت والضغط الناتج عن المية، نجمعهم مع بعض يطلع الرقم الكبير ما شاء الله 1/10 ألف 37273 نيوتن. نقدر نحولها مثلا 37.27 × 10^3 نيوتن على المتر مربع اللي هي باسكال. ناخذ مثال آخر، أوجد ضغط سائل كثافته 800 كيلوغرام على المتر المكعب عند النقاط التالية. إذا كان عندي سائل عند نقاط، طبعا نقول اللي هي المسافة ما بين السطح متاع السائل إلى نقطة القياس، إذا كان النقطة الأولى تبعد عن السطح 25 سنتي، النقطة الثانية بي عن عمق 25 سنتي كذلك، إذا في نقطتين A و B على نفس العمق، النقطة C 18 سنتي والنقطة D 34 سنتي. فلو نبي نجيب الضغط عند النقطة A، نستخدم القانون اللي هو الضغط القياسي رو جي هتش 800 كثافة ال سامحوني كثافته 800 كيلوغرام على المتر المكعب، نضربها في الجاذبية الأرضية، نضربها في العمق، يطلع الضغط بكل بساطة. يعني النقطة B اللي متساوية مع A اللي هي نفس المعطيات، لو تحسبها بتطلع 1960 نيوتن على المتر المربع. النقطة C اللي هي رو جي هتش رو كثافة 800 في 9.8 في نحول ال 18 سنتي للمتر، تطلع 1411.2 نيوتن على المتر المربع. بينما النقطة دي نعوض في نفس العلاقة كثافة في عجلة الجاذبية الأرضية في العمق 800 في 9.8 في العمق اللي هو 34 سنتي نحولها المتر، تطلع 3665.6. لاحظوا أنه كل ما يزيد العمق كل ما يزيد الضغط نتيجة تأثير وزن العمود السائل اللي هو فوق من العمق لنقطة القياس. أيضا لو ننتقلوا لموضوع آخر اللي هو الأتموسفيرك بريشر، لو نتكلموا على الضغط الجوي، احنا نعرفوا أن الإنسان يعيش في قاع محيط كبير يمتد من مستوى سطح البحر إلى نهاية طبقة الأوزون، ويسمى هذا المحيط بالغلاف الجوي، والذي يكون عمقه في حدود 160 كيلومتر. إذا الإنسان راه يعيش في محيط مائع، المائع هو عبارة عن مكونات الغلاف الجوي، كل الغازات الحيوية اللي احنا عايشين فيها، ويسري على المائع هدايا اللي هو الغازات اللي احنا عايشين فيها، ما يسري عليه
الماء مثلا ماء البحر ولا المحيط اللي هو مكونات الماء المالح بتاع البحر هذا. اذا وكاننا احنا رانا عايشين تحت سطح بحر ضخم كبير، ولكن الحاله اللي فيها المائع اللي عايشين فيه هو حاله غازيه، بس هذا الفرق، وراه فلويد هو مائع زي ما يسري عليه المياه بالضبط او الليكويد بسرعه. ولقياس الضغط الجوي يتوجب علينا معرفه العمق اللي تكلمنا عليه الاتش قبل شويه في المحاضره السابقه، تكلمنا على الاتش اللي هو العمق، ولابد من معرفه كثافه الهواء. هني تبدا المشاكل، عندنا مشكلتين اللي هي المشكله الاولى، ليش يصعب قياس المتغيرين هدوما العمق ما يقدرش نقيسه، وكثافه الهواء. علاش؟ لان كثافه الهواء متغيره بتغير درجه الحراره، فكل ما كان تلقى الكثافه اقل لوطه كل ما تركب فوق في اتجاه طبقه الاوزون اللي هي اخر طبقه، فيقل كثافه الهواء لن ينعدم. فما فيش حد فاصل، ما تقدرش تدير سلومه هنا وتركب وتقول لا والله ياهو تمت طبقه، ما تقدرش، لان الغازات تنعدم كل ما تركب فوق لان كثافتها كبيره، بفعل جاذبيه الارضيه تتوجه ناحيه سطح الارض. اذا في مشكله في قياس الاتش العمق هو باش يجيب الضغط الجوي، وكذلك عندنا استحاله في قياس العمق، والكثافه، الكثافه بتقيس تقيسها لانها متغيره، الهواء السخون كثافته اقل من الهواء البارد، فكل ما تمشي فوق تتغير درجه الحراره تبرد فتلقى الكثافه متغيره. فهني لابد من طريقه اخرى لقياس الضغط الجوي. استطاع العالم تورسيلي هدايا اللي هو نولد في 1608 ومات في 1647 ان يحدد يقيس ضغط الهواء الجوي عمليا بملء انبوب طويله بالزئبق طولها في حدود 1 متر، ومن تم غمرها في حوض مليء بالزئبق. شن جاب؟ جاب حوض بالشكل هذا، حوض، وجاب انبوبه فاضيه، الانبوبه هذه عباها بالزئبق وقلبها في الحوض بالشكل هدايا. فشن صار؟ حدود المتر هي. شن صار؟ الضغط الجوي يأثر على سطح الزئبق في الحوض، فيرفع مستوى الزئبق بحيث الارتفاع متاع العمود، هو العمود هدايا متاع الهواء اللي يمتد من نقطة القياس لآخر الغلاف الجوي استبدلناه بعمود الزئبق هذا. فالعمود متاع الزئبق هدايا ليه علاقة بارتفاع العمود بتاع الهواء من السطح الزئبق هدايا اللي هي نقطة القياس لنهاية الغلاف الجوي. فشين يصير؟ يتسرب الزئبق من الأنبوب هدايا، ينزل وينزل، يبدأ في الحوض هذا لين يصير توازن قوة ما بين وزن العمود بتاع الزئبق هذا ووزن العمود بتاع الهواء، هو المؤثر على السطح بتاع الحوض. إذا يصير توازن قوة الناتج عن الضغط الجوي والمؤثر على الزئبق في الحوض مع وزن الزئبق في الأنبوب، بذلك نستطيع القول بأن الضغط الجوي يساوي ضغط عمود من الزئبق طوله اتش. هذه فكرة ذكية دارها العالم تورسيلي باش طلعنا من إشكالية إن ما نقدروش نقيسوا المسافة من نقطة القياس لنهاية الغلاف الجوي، وأيضا استحالة أو صعوبة قياس الكثافة. فاحنا ما عادش نتكلموا توا على العمود الهواء، نتكلموا على عمود الزئبق، فلقي انه هو في حدود يرتفع بمقدار 76 سنتيمتر عند مستوى سطح البحر ودرجة حرارة الصفر المئوي. فبهذه الطريقة اخترعنا تورسيلي الباروميتر، هذا يسمى بالباروميتر. الضغط الجوي كيف ما قلنا هو مساوي لضغط عمود من الزئبق طوله 76 سنتي، فإذا رمزنا للضغط الجوي بالرمز بي زيرو يمكن التعبير عليه وفق العلاقة هذه. بي زيرو يساوي رو كثافة الزئبق، لاحظوا أن استعضنا بالعمود بتاع الهواء بالزئبق في الباروميتر في عجلة الجاذبية الأرضية في ارتفاع عمود الزئبق. شوفوا فكرة ذكية، بدل لنقيس المسافة من سطح الأرض لنهاية الغلاف الجوي هذه مستحيلة، وبدل لنتكلم على كثافة الهواء قعدنا نتكلم على كثافة الزئبق، إذا يمكن معرفته ويمكن قياسه.
فكتافة الزئبق 13.6×10³ في العجلة الأرضية في 76 سنتي اللي لقاها تورسيلي لما قاس عند سطح البحر يطلع 1.013×10⁵ نيوتن على المتر المربع. إذن هذا هو بيزيرو، هذا هو الضغط الجوي، والنيوتن على المتر المربع اللي هي الباسكال. وقد اعتبر علماء الأرصاد أن هذا الضغط الجوي يساوي 1 أتموسفير. علاش؟ لأن الأتم، لأن غلاف جوي واحد، لأن عندنا غلاف جوي واحد، إذا الغلاف الجوي الواحد يساوي لي ضغط مساوي للواحد فاصلة أو 13×10⁵ نيوتن على المتر المربع. كان عندي غلافين تلقاها تتضاعف الكمية. 2 أتموسفير عبارة عن 2 من هذا، 3 أتموسفير هو 3 من هذا، وهكذا. إذا الوحدة الواحدة، الواحد أتموسفير يعني غلاف جوي واحد، الاتوم هذه هي أتموسفير، واحد غلاف جوي يساوي الضغط هذا اللي حسبناه تو نتيجة قياس البارومتر عند سطح البحر. إذا عندنا وحدة قياس جديدة، 1 أتموسفير هي عبارة عن القيمة اللي حسبناها تو اللي هي المقاسة باستخدام ارتفاع الزئبق في البارومتر وكثافة الزئبق والعلاقة اللي أخذناها في السابق تساوي الرقم هذا باسكال، وتساوي وحدة قياس أخرى اللي هي 76 سنتيمتر زئبق. إذا حتى طول العمود من الزئبق تم اعتباره وحدة قياس الضغط. لما نقول 76 سنتيمتر زئبق معناها هي 1 أتموسفير، لما نقول 76 سنتيمتر زئبق هي عبارة عن 1.013×10⁵ نيوتن على المتر المربع اللي هي الباسكال. هذا هو البارومتر، يعني كل ما زاد وزن او كثافه العمود الهواء هدايا اللي يمتد من سطح القياسي ومن سطح الزئبق هذا اللي هو عند سطح الارض لا نهايه الغلاف الجوي، كل ما زاد الضغط كل ما ارتفع، لاحظوا هنا هذه في الانيميشن يزيد يرتفع طول العمود من الزئبق. اذا وكان نحول تركيزنا من العمود هدايا، عمود الهواء اللي يمتد من سطح الى الغلاف نهايه الغلاف الجوي الى ارتفاع عمود الزئبق، وهذه اسهل من طريقه ذكيه لقياس. هنا يعني نتكلموا بعجالة على الستاندرد بريشر، الستاندرد بريشر والستاندرد تمبريتشر. في الواحد أتموسفير، واحد أتموسفير اللي هو يساوي 76 سنتيمتر زئبق أو 760 مليمتر زئبق، هذا 1 اللي هو الستاندرد بريشر اللي هو 76 سنتي أو 760 مليمتر. فهذه وحدات القياس وحنتكلم عليها في السلايد اللاحقة. ناخذ مثال، عندما تم إجراء تجربة العالم تورسيلي اللي هو البارومتر هذا اللي هو الحوض اللي فيه أنبوب فوق سطح جبل، كان طول عمود الزئبق 73.5 سنتي. أوجد مقدار الضغط الجوي، هذا دار فوق سطح جبل. الفقرة الثانية جي نزل الجهاز متاعه في وادي وقاس طول عمود الزئبق لقاه 73.5 سنتيمتر زئبق. لاحظوا أن زاد، لأن زاد كتلة الهواء اللي فوق من تمتد من السطح القياس لنهاية الغلاف الجوي، فبيزيد هنا ارتفاع عمود الزئبق، يبي الضغط الجوي وفقا لارتفاع العمود متاع الزئبق. في حالة الجبل العالي نقول أن الضغط الجوي يساوي رو كثافة الزئبق في عجلة الأرضية في الارتفاع، نعوض على كثافة الزئبق وعجل به الأرضية والارتفاع المعطى في حالة الجبل اللي هو 73.5 سنتيمتر، يطلع 98.98×10⁵ نيوتن على المتر المربع. في حالة الوادي العميق، سامحوني هنا في غلط، اللي هو القيمة هذه كررتها، هذه مفروض 77.2، هذه 77.2، خلينا نعدلها لكم هنا ندير بوينتر، هذه نحطوا عليها ونديراها 77، سامحوني فهذه ما عادش نعاودها، 77.5 سنتيمتر. نعوض في القانون كثافة الزئبق في أعجلب الأرضية في 77.5 سنتي، نحولها لل 2، سامحوني فيها الغلطة الثانية يا سيدي، هاي بحرقوا هاي، هذه 2، نحولها للمتر هي 0.772، ونعوض يطلع الضغط الجوي عند الوادي العميق، لاحظوا أنه أكبر من
من فوق الجبل. علاش؟ لأن العمود بتاع الهواء كان أكبر لما نزلنا من الجبل ونزلنا لوطا. وحدات قياس الضغط عندنا وحدة اسمها الباسكال، اللي هي قلت لكم سميت تيمنا بالعالم باسكال، اللي هو اشتغل شغل في البريشر، ده قدم هلبة شغل في البريشر، فتيمن وبيقال واحد باسكال هو عبارة عن واحد نيوتن لكل متر مربع، وون اتموسفير اللي هي كناية على الغلاف الجوي واحد، تساوي الضغط اللي قسناه اللي هو 1.13×10^5 نيوتن على متر مربع. حيلاقيكم هلبة هذاي النتائج يعتبروا فيه ثابت هذا الضغط الجوي بي زيرو. إذا ون اتموسفير تساوي القيمة هذه نيوتن على متر مربع اللي هي قلنا اسمها باسكال. إذا كان لقيتوا نيوتن على متر مربع لقيتها حولينها وحاطين باسكال مكانها فهي نفسها واحد باسكال نيوتن على متر مربع. أيضا عندنا واحد وحدة قياس اسمها البار، البار هي 10^6 داينز على السنتيمتر المربع. الداينز تكلمنا عليه هو عبارة عن صغيرونين تاع نيوتن في علاقة ما بيناتهم، تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، وسنتيمتر المربع اللي هي الوحدة الصغيرة من المتر المربع. إذا الواحد بار هو عبارة كل 10^6 داين على السنتيمتر المربع هي واحد بار. عندنا التور، التور واحد تور يساوي 1 ملليمتر زئبق، وكأني به التور هي جاي من تورسيلي العالم اللي اكتشفنا طريقة سهلة وقياسية لقياس الضغط الجوي هو درنا الباروميتر الحوض اللي فيه زئبق، هذا العالم تورسيلي. واحد تور هي 1 ملليمتر زئبق، كل 1 ملليمتر زئبق واحد تور. فنلاحظوا هنا العلاقة ما بيناتهم في عوامل تحويل ما بين الباسكال والبار والاتموسفير والتور، وهذه بصايلي هي اللي هي لها علاقه بالداين على السنتيمتر المربع. فهذه جدول يوريكم عوامل التحويل اذا كانت تبوا تحولوا ما بين هالوحدات هذه، ومهم نعرفوا كيف نغيروا من وحده لاخرى. فيه عده اجهزه لقياس الضغط، عندنا الباروميترز اللي هو جهاز قياس الضغط الجوي اللي هو هذا الحوض اللي داره تورسيلي، عبارة عن حوض، وهو شكل الحوض مش كبير، راهو داره صغيرون، داروه كبير في الاول بعدين داره صغيرون بالشكل هذا، عبارة عن حوض هو عبارة عن كونتينر صغير فيها انبوب، الانبوب مسكر من فوق وفيه فراغ من هنايا، فكل ما يزيد الضغط هنايا على السطح يركب العمود يتغير ارتفاع بتاع هذا الباروميتر، وهذا تقليدي وقديم جدا. المانوميترز في عدة مانوميترات، هو عبارة عن عندنا مثل المانومتر الطبي اللي هو عبارة عن هنايا هذا الغاز مثلا هو عبارة عن انبوب على شكل حرف U، وإذا كان هذا مفتوح فتلقى الارتفاعين متاع الزئبق متساويين، كل ما زاد الضغط هنايا يرتفع الزئبق في الاتجاه الثاني، فهو جهاز لقياس ضغط الغازات، عادة يتوصل بكونتينر بالشكل هذا، كل ما تغير الضغط هنايا يضغط على الزئبق في الحرف U في الجانب هدايا فيرتفع. الارتفاع هو نقدر نترجمه لضغط باستخدام العلاقة P تساوي رو جي هتش. هذا جهاز الباروميتر، عندنا الباروميتر المائي والباروميتر الزئبقي. في جهاز يقيس مثلا ضغط الرئتين فيستخدم المية عوضا عن الزئبق، يحطوا مثلا المية في شكل انبوب بالشكل هذا حرف U، ويجي المريض ينفخ في الانبوب هدايا ويقيس الارتفاع، الارتفاع هدايا هو يترجم الضغط داخل الرئتين متاع المريض، وهكذا ضغط الدم حتى هو بنفس الطريقة هذه، بحيث يوازنوا ما بين ضغط الدم في الذراع مثلا المقاس وضغط متاع المخدة هذه اللي هي بلفة على يد المريض، وتضغط في انبوب على شكل حرف يوبش الترجم للضغط على ارتفاع عمود من الزئبق. ناخذ مثال، المثال يقول احسب قيمة الضغط الجوي عندما تكون قراءة الباروميتر 60 ملم زئبق، إذا علمت أن الكثافة النوعية للزئبق 13.6، إذا عندي الارتفاع اللي هو 60 ملم زئبق، نحوله للسنتيمتر زئبق، نضربه في 10^2، ونجيب الكثافة النوعية، الكثافة النوعية، الكثافة هي الكثافة النوعية للزئبق مضروبة في كثافة الماء. كثافة نوعية 13.6 نضربها في 1/10^3 باش تطلع كثافة الزئبق، ونعوض كثافة الزئبق اللي هي معطية 13.6×10^3، وعجز الذبيب الأرضية ثابت، والارتفاع اللي هو نحوله بالمتر هنايا، ضروري نحوله بالمتر،
سامحوني هذه متر خليني نصلحها كنترول بي هذه سامحوني هذه متر نحوها هذه متر اوكي ونجي نعوض 13.6 الكثافه نضربها على الجاذبيه الارضيه في الارتفاع بالمتر نتحصل على 79.97 في 10^3 نيوتن على المتر المربع اللي هو الضغط الجوي المعادل لارتفاع 60 مليمتر زئبق. ناخذ مثال اخر احسب ما يقابل 18 سنتيمتر من الزئبق بالوحدات التالية بالباسكال بالسنتيمتر مية بالتور. في الحالة الاولى في حالة الباسكال عندنا الارتفاع 18 سنتيمتر نحوله للمتر نضربه في 10^2 عندي كثافة الزئبق ونستخدم العلاقة رو جي هتش كثافة الزئبق نضربها في الجاذبية الأرضية نضربها في الارتفاع يطلع لي 23.99 في 10^3 باسكال اللي هي نيوتن على المتر المربع يعني ما فيش فرق كيف ما قلنا ما بين الباسكال والنيوتن على المتر المربع. هذا الأول. الثاني عندنا يبي بسنتيمتر زئبق احنا نعرف أن الضغط هو واحد 18 سنتي هذه تسبب ضغط بالزئبق مساوي للمية هو الضغط واحد سواء ب 18 سنتيمتر زئبق ما يعادله بالمية ندير رو جي هتش للمية تساوي رو جي هتش للزئبق تنسوش تعوضوا هذه الكثافة للمية والارتفاع للمية وتعوضوا كثافة الزئبق وارتفاع الزئبق نعوض نطلع ارتفاع الزئبق لأنه مجهول بالمعادلة هذه نطلع الاتش في طرف تطلع 2.44 سنتيمتر. لو كان نبي نجيب التور احنا نعرف ان التور واحد تور يساوي 1 مليمتر زئبق واني عندي 18 سنتيمتر زئبق نحول ال 18 للمليمتر يعطيني على طول بالتور لان الواحد تور هو 1 مليمتر زئبق واني عندي بالسنتي نحوله للمتر فبالتالي نتحصل ببساطة على 180 تور. ردوا بالكم منها هذه تحويل الوحدات راهي سهلة ولكن مرات من السهل الممتنع يعني مرات الطالب يهملها فيقع في مشاكل. هذه تمارين مجموعة من التمارين يبيك تعرف الضغط يبيك تجيب مثلا الضغط الناتج عليه المطبق على مكعب طول ضلع 4 سنتيمتر بقوة 6 نيوتن يبي يجيب الضغط اعطيني مساحة اعطيني الحجم لمكعب فانه مساحة ناخذ وجه من المكعب والقوة المطبقة عليه 60 نيوتن هذه تعويض مباشر يبيك تعرف الاتموسفير قلنا هو عبارة عن كيف ما عرفناها في السابق هو عبارة عن ضغط ناتج عن غلاف جوي واحد وفق ما عرفناها في السابق حول 1330 تور لاتموسفير هذه تمارينات بسيطة نبيكم تمروا عليها وتتكلم على الستاندرد بريشر والستاندرد تمبريتشر ومثلا حول 1.75 اتموسفير الى كيلو باسكال وللمساعده حطيت لكم الجدول هذا في بعض البيانات اللي هي لها علاقه بالستاندرد بريشر والستاندرد الستاندرد بريشر اللي هو 1 اتموسفير وصفر المئوي اللي هو 373 كلفن. في النهاية نبغى نتكلم على ضغط الدم وطبعا هذه معلومات طبية معروفة لكل طلبة الطب ان السيستوليك بريشر اللي هو الضغط الانقباضي اللي يقاس عندما ينقبض القلب وقيمته 120 بينما في حالة الانبساط اللي هو دايستوليك بريشر هي قيمته 80 مليمتر زئبق. نشكركم على حسن الاستماع وبارك الله فيكم.